أنا باسم الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة، ممثل جلالة الملك للأعمال الخيرية وشؤون الشباب، رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة، رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية، سعادة السيد هشام بن محمد الجودر، وزير شؤون الشباب والرياضة لافتتاح فعاليات مدينة شباب 2030 في نسختها السابعة، والتي تنظمها وزارة شؤون الشباب والرياضة بالتعاون مع الشريك الاستراتيجي. تمكين. وبهذه المناسبة أكد سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة على حرص المجلس الأعلى للشباب والرياضة على تنفيذ توجيهات ورؤى حضرة صاحب الجلالة الملك المفدى حفظه الله ورعاه لتدريب الشباب البحريني وتأهيلهم للانخراط بسوق العمل المحلي والذي يتطلب تزويد الشباب بمهارات كبيره واحترافيه. مشيرا الى ان مدينه شباب 2030 تؤكد على التوجه القائم في المملكه من اجل تدريب الشباب البحريني والتعاون الوثيق بين جميع القطاعات من اجل تهيئه الارضيه المناسبه امام الشباب للدخول في سوق العمل بكل ثقه وقوه. وأكد سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفه إلى أن مدينة الشباب ومنذ انطلاقتها ساهمت في إزالة العديد من الحواجز أمام الشباب وأعطتهم القدرة والكفاءة العالية للانخراط في سوق العمل، مشيراً سموه إلى اهتمام المدينة بإعداد وتأهيل القيادات الشابة منذ الصغر والعمل في السنوات الماضية وبصورة متكاملة مع شريكها الاستراتيجي تمكين. وأشار سموه إلى أهمية تنمية القدرات القيادية لدى الشباب، وتوجيههم نحو الطريق الأمثل لصقل مهاراتهم واستغلال طاقاتهم ومواهبهم، مضيفاً سموه إلى دور الشباب الأساسي في تحريك مختلف قطاعات العمل ومؤكداً على الدور الذي تلعبه مدينة الشباب 2030 في تعزيز دور الشباب في خدمة المجتمع وتشجيعهم على إعداد أنفسهم لسوق العمل والانخراط في بيئة المؤسسات الحكومية والخاصة